علي الأوكراني للإتجار بالبشر، شو تسوي من المسؤول؟ هاي مشكلة. تسوي المسؤول، تسوي له مساج، تسوي له كل شيء. كانوا يشتغلن بالملاهي والروليت. بالملاهي والروليت. هاي اسمهن. نسوان؟ اسمهن موجودة. حسن نسوان جورجيات؟ نسوان جورجيات. علي علي عبد عزيز وحاصل على الجنسية الأوكرانية. اي هاي المشكله انه هذا يسمسر يدير من وراء مبالغ كبيره المسؤولين وحتى رجال قانون ووزراء مدراء. شو تريد؟ هذا موجود. اي يعني هو يريد يطلع هذا المدير يروح يجيب الطيارين ويجيب الفنيين ويقول لهم يابا خلينا نسوي تظاهرات، يروح يعطي فلوس ويطلع تظاهرات متنفذ كبير. هاي المشكلة. حيدر غريفون أي. هو شركة غريفون اللي تزود الخطوط الجوية العراقية بالمواد الاحتياطية واحتياجاتها من المحركات. زين هذا علي، هاي هذا علي هسه أنت بالوصف اللي تتحدث به عن علي الأوكراني يطلع تظاهرات، يعين نعم. مدراء، يخو وزراء، نعم. مسيطر على المكاتب الخارجية. نعم. علي علي هذا منو 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 الحامي؟ لمن يشتغل؟ ما معلومة، ما معقولة علي يدير كل هذا لوحده. لا هو ما يدير وحده، أنا راح أشوفك في شيء خرق للقانون العراقي وخرق للقضاء العراقي في مسألة مهمة جدا جدا. أي أستاذ نجم. أي هاي وثيقة. أي هاي وثيقة. أي السفير الجورجي، سفير الجورجي بالعراق أي. يخاطب قاضي. انطوني على وثيقة رقم واحد يا عمر. يقول إلس رارض لك إياها على الشاشة وقراها. أي هاي على الشاشة اقرأ تفضل. هاي 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 الوثيقة يقول هذا السفير الجورجي إلى السيد قاضي أول محكمة الرصافة المحترم القاضي بشار محمد جاسم تخويل. تهدي سفارتنا سفارة جورجيا إلى في جمهورية العراق في عمان، إقامتها بعمان. أطيب تحياتها إلى السيد القاضي أول محكمة الرصافة المحترم وتشرف بإعلامها أن السيد علي عبد حمزة هو هذا علي الأوكراني. أي. هو الشخص المخول بمراجعة محكمتكم الموقرة وإكمال جميع الإجراءات القانونية المطلوبة لإطلاق سراح مواطنين جورجيين. يعني مو مواطنين جورجيين أستاذ نجم، مو مواطنين جورجيين، لا مواطنات جورجيات. كانوا يشتغلن بالملاهي والروليت. بالملاهي والروليت. هاي اسمهن. نسوان؟ اسمهن موجودة. حسن نسوان جورجيات؟ نسوان جورجيات. شنو نسوان جورجيات؟ أنا أخوك. أظن لا لا نساء دواعش، لا نساء دواعش ولا هذن الجميلات جابوها شغلوها بالروليت، شغلوها بالساعات الليلية، انطاها الفلان مدير خلاها شهر ويم ذاك المدير فد شهر، يم هذا المسؤول فد اسبوع. طبعا شو يسوي بهم هو المسؤول؟ شو يسوي؟ اكو وحدة اوكرانية لو جورجية اخليها تطبخ لي عدس لو تطبخ لي فاصوليا؟ شو يسوي من المسؤول؟ هاي مشكلة. تسوي المسؤول، تسوي له مساج، تسوي له كل شيء، كل شيء المسؤول، كل شيء مسؤول العراق، كل شيء محتاج. اي تعبان لازم نأهل الجورجيات والاوكرانيات. ابو هاني غير يتعب المسؤول شات ليز حبيبي، هم يراد له مساج ويراد له ساونه ويراد له يرتاح حتى ثاني يوم يقعد. ما زال يقعد نشط، يقعد نشط يدير لنا الدوله ويروح لا يروح يبوق الدوله، مو يجي يدير الدوله، يروح يبوق الدوله. زين ما يخالف. علاوي شنو علاقته بذن العشر أوكرانيات؟ لا علاوي، علاوي شلون يراجع، شلون يراجع ويخلوه سفير فخري لدى العراق؟ هذا لازم علاقاته بالمخابرات الجورجية، بالمخابرات الأوكرانية. يعني أنا أسأل جهاز المخابرات هذا ما يسألون عليه؟ هسه هاي هاي مشكلة الطامة الأكبر. هذا هرب مئات العراقيين إلى روسيا وبيلاروسيا وبعدين إلى بولندا. علي يعني من خلال الحملة الكبيرة طبعا. أي؟ علي بعض الشخصيات الأخرى، هاي الشخصيات الأخرى جاءت قدمت أنه عندنا سفرات روسيا وبيلاروسيا، هم قاموا يحجزون ونوي موتوي بيلاروسيا أو روسيا على الحدود الأوروبية وتوكلوا على الله روحوا
البولندا اللي تعذبوا واللي انقتلوا واللي جاعوا واللي تمرضوا وما حسال الجوازات والمستمسكات مال المواطنين العراقيين المسافرين واللي سافروا مع الأوكران عندي. أنا بس أسأل، ما حد سأله يا بنت ليش تهرب؟ هذا جار بالبشر، هذا جار بالبشر، هاي سمسرة، هذا سرقة، ما حد يسأل عليه؟ يعني القرار يعني الآن شوية حرك نفسه، خلي الآن يا العام. أستاذ حسن، الآن هذا بلاغ على الهواء من رئيس مؤسسة النهار للثقافة والإعلام، يحتفظ بجوازات وأدلة وأسماء ووثائق عن المدعو علي الأوكراني للإتجار بالبشر وتهريبهم خارج العراق، لديك ما يثبت للقضاء؟ نعم أستاذ نجم، نعم أنا أنطيك وثائق. الآن عندي بجعبتي وثائق كثيرة جدا تخص هذا الشخص وبعض الأشخاص الأخرى.